الآن مشاهدينا الكرام، موجز الثانية لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من نيسات. أهلا بكم. يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والذي يعقد تحت عنوان بين الحاضر والمستقبل، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى 3 أيام، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في فعالياته نحو 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء وأكثر من 300 شخصية أجنبية من كبار العلماء ورؤساء الجامعات الدولية. هذا ويستهدف المنتدى إلى خلق منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من خلال مناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا. انطلقت أعمال الاجتماع المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. جاء ذلك بحضور الوزراء المعنيين ومن يمثلونهم في الدول العربية، وبمشاركة السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية. هذا ويناقش الاجتماع اثنين من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وهما الأمن الغذائي والأمن المائي. كما يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والزراعة بين الدول العربية. أكد وزير البترول المهندس طارق الملا أن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة ستنعكس إيجابيا على المواطنين في جميع المحافظات. جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل. وخلال الاجتماع أكد الملا أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 1,200,000 وحدة سكنية من نهاية عام 2019. كما وجه رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي التابعة لقطاع البترول والمملوكة للقطاع الخاص بضرورة التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى، وذلك لإزالة أي عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع القومي. أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو جينس ستلاتنبرغ أن الحلف لا يهدف إلى التواجد بشكل دائم في أفغانستان، موضحا أن قوات الناتو تتواجد في أفغانستان بهدف محاربة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية. وأكد ستلاتنبرغ خلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس حلف الناتو أن التحالف لن يبقى في أفغانستان إلى الأبد، موضحا أن الحلف سوف يقرر ذلك بالتشاور مع الولايات المتحدة. كما أشار إلى الناتو يدعم عملية السلام الأفغانية دعما كاملا، مشددا على ضرورة أن تمهد عملية السلام الطريق أمام المصالحة الأفغانية. ورياضيا، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة فريق سان داونز السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لازارتي قد أعلن قائمة تضم 21 لاعبا لملاقات سان داونز في رحلة استعادة اللقب. نهاية الموجز، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.